مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إطلالة جديدة من برنامجكم أخباركم، نلقي الضوء على كثير من القضايا والأحداث المتداولة في المجتمع. وبرفقة اليوم محمد السرح. أهلا ومرحبا عبد الحكيم. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم أخباركم من استديوهات شبكة المجد بالرياض، آملين أن نوفق بإذنه تعالى في تصديق كل ما يهمكم من أخبار. وكذلك يمكن مشاركتكم معنا المشاهدين وبكل سرور في رصد الأخبار المهمة التي ترون أنها جديرة بالطرح على رابط البرنامج الذي تعودنا أن يخرج يوميا أخباركم.com. وأيضا عبر واسم البرنامج هاشتاج برنامج أندرسكور أخباركم، والذي يظهر تباعا أمامكم على الشاشة، ونبشركم بأنه قد تم تخصيص موقع خاص لتحميل الفيديوهات التي تقومون برصدها أو الكلمات والمقاطع التي تريدون أن تظهر معنا في البرنامج على رابط akhbarukum.com/admin/ncp. وطبعا هذا الموقع يا محمد خاص وحصري فقط لمشاهدي برنامج أخباركم، حيث نتشرف ونسعد بكل المقاطع التي ترسلونها إن شاء الله حتى نعرضها على شاشتنا بإذن الله. كالمعتاد نحن نطمح أن يكون برنامج أخباركم ناقلا للصوت ومتبنيا لقضاياكم، ونأمل أن تشاركونا في إبراز القضايا المهمة والتي تساعد بإذنه تعالى على بناء ورقي مملكتنا الحبيبة. نبدأ على بركة الله، نبدأ ونستهل أولى أخبارنا بخبر يحمل من معاني التكافل والأخوة كثير والكثير، حيث سفير المملكة بالأردن يتحدث فيقتم الضيوف لوقفة المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا مع الشعب السوري الشقيق. زار سفير المملكة صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود مخيم الزعتري للاجئين السوريين، واطمأن سمو الأمير خالد على وضع الأشقاء السوريين بالمخيم بشكل عام، وسلم بعض الشقق لهم ضمن مشروع شقيقي بيتك عامر الذي يقوم بتوزيع البيوت المتنقلة عليهم، ومشروع شقيقي دفئك هدفي الذي يقدم الكساء والبطانيات. وقال مخاطبا إياهم: اعتبروا أنكم الضيوف ونحن الخدم، ونأسف إن كان هنالك تقصير، سامحونا. كما سلم سمو السفير الطالبات المتفوقات في المملكة
خائبة ومعاطفة للشتاء. نعم، نشاهد هذا الفيديو ثم نعود لكم بعدها. إذن عدنا لكم بعد هذا الفيديو. حقيقة المملكة العربية السعودية نهجها معروف وواضح في نصرة قضايا المسلمين عامة في شتى بقاع المعمورة. طبعا هذا عبد الحكيم أقل القليل مما تقدمه المملكة تجاه إخواننا السوريين، وهذا واجب حتمي علينا جميعا. فجزا الله القائمين خيرا، ونتمنى بإذنه تعالى أن تتضاعف المجهودات بحق إخواننا علينا كبير جدا. بالتأكيد تنوع المساعدات الحكومية سواء داخلية وخارجية، وهذا العمل يشكر ويذكره المنصف ويغفل عنه من في قلبه حسد. ننتقل للخبر الثاني. ننتقل للخبر التالي ليس بعيدا عن خبرنا الأول، والذي يخص أشقاءنا السوريين. أعلنت وزارة العمل السعودية أنها ستبدأ اليوم الثلاثاء بإصدار تصاريح عمل مؤقتة للسوريين المقيمين على أراضيها ممن يحملون تأشيرة الزيارة، ما يمكنهم من العمل في المملكة بحسب بيان صادر عن الوزارة. وقال البيان أنه إنفاذا للأمر الملكي القاضي بمنح السوريين المقيمين على أرض السعودية تصاريح عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد. أتاحت وزارة العمل اعتبارا من اليوم خدمة أجير الإلكترونية التي تمكن السوريين من الحصول على تصاريح عمل مؤقتة وبطريقة ميسرة. حقيقة يعني هذا
بإذنه تعالى. إذن الحكيم مع هذه الاستراحة الخفيفة والطريفة لشاب عجيب يتعجب من وجود شارع بلا حفرية ويتصل بالبلدية ليذكرهم. نترككم مع هذا المقطع الطريف أفضل عبد الحكيم حتى يتعرفون عليه بأنفسهم. إذن إلى المقطع. رائع. طيب أستاذ الكريم، تتوقع المقاطع اللي مثل هذه هل ممكن يعني تصنع أثر في صانعي القرار بحيث أنهم مثلا يتوعهم بشكل أكبر تجاه الشارع، ولا هي يعني تنتهي بنهاية المقطع وكات لأنه يتكلم
خالد لو حبينا نسأل عن كيفية التحاق الشباب بالتسجيل عبر الموقع، وكذلك إلى أي مدى ستتصلون بالتسجيل؟ هل هناك حد معين؟ بالنسبة للتسجيل
ليس بعيدا عن الصحة، فقد كشف مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور فيصل البوادي ارتفاع نسبة السمنة لدى الأطفال في المملكة خلال سنوات القليلة الماضية، وقال مبينا أن كل المؤشرات والمشاهدات تؤكد زيادة هذه النسبة من الأطفال في المدن الكبرى نتيجة لنمط الحياة وضعف النشاط البدني للأطفال الذين يعيشون في المدن مقارنة بالأطفال في الهجر والقرى والمجتمعات الريفية عموما. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لحملة مكافحة السمنة لدى الأطفال لعام 2016 ميلادي، والتي كانت بعنوان كافح بالقاعة الكبرى بمقر المديرية، وأضاف أن السمنة هي أحد مسببات إصابة الأطفال بأكثر من 20 مرض. وللحديث أكثر عن خطر السمنة وكيفية علاجها ينضم إلينا الدكتورة سهى القحطاني متخصصة في الغذاء المتوازن والنشاط البدني بالصحة العامة. نرحب بك دكتورة سهى. في دقيقة دكتورة سهى، بداية نود أن نتعرف عن الأمراض بما أننا ختمنا بها في الخبر، ما هي الأمراض التي تسببها السمنة عند الأطفال؟ في البداية أحب أشكر اتصالكم فيا، بس حابة أعدل على الاسم، معك دكتورة سهى سليماني وليس قحطاني. عذرا سهى سليماني، حياك الله. أهلا وسهلا. بالنسبة مرض السمنة بحد ذاته يعتبر مرض، وطبعا بيؤدي لأمراض كثير مختلفة، منها ارتفاع ضغط الدم، القلب، أمراض القلب، الكوليسترول، اضطرابات النوم، بالإضافة للاضطراب النفسي خاصة للأطفال والاكتئاب. جميل. وأمراض كثيرة. طيب سعادة الدكتورة، يعني لو بشكل موجز نصائح توجهها للوالدين الأب والأم في مسألة الحفاظ على صحة أبنائهم يتجنبوا خطر سمنة الأطفال؟ طبعا احنا اول حاجة بنوعي الأبهات والأمهات على نوع الغذاء، يعني احنا اهم حاجة علشان نتفادى السمنة لازم نتفادى
جميل. يعني برأيك مثلا الآن الألعاب الإلكترونية المتوفرة على الأجهزة اللوحية، هل تلعب دور يعني في سمنة الأطفال؟ طبعا من أكثر الأشياء التي تؤثر في هذا الزمن على الأطفال، لأنها بتقلل من الحركة. الطفل يجلس تقريبا بالساعات على الأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية بدون حركة. فطبعا بتزيد نسبة السمنة، خاصة إنهم كمان نوع الغذاء اللي بيتناولوا الوجبات السريعة والحلويات والشتاء. دكتورة سهى، شاكرين لك مداخلتك معنا في الحلقة، وبإذن الله تكون فيه اتصالات قادمة بإذن الله حول الصحة وحول أيضا كيف نقي أنفسنا من بعض الأمراض المنتشرة في هذا الوقت. إذن شكرا للدكتورة. ننتقل وإياكم الآن إلى استراحة قصيرة وطريفة مع هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لسرطان البحر، وهو يستخدم سكينا للدفاع عن نفسه. تابعوا أعزائي ثم نعود إليكم مجددا. مجتمع يتعامل بالمدافع عن نفسه بأي طريقة. والله خطير جدا. ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا، ولكن هذه المرة من حفر الباطن، حيث وصلت مساء أمس القوات الإماراتية إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن للمشاركة بتمرين رعد الشمال العسكري، كما سبقتها القوات الباكستانية إضافة لقوات الدول المشاركة بالتمرين الذي يجمع جيوش 20 دولة إضافة إلى قوات الدرع الجزيرة. وبدأ التوافد القوات المشاركة التمرين العسكري الأهم والأكبر في تاريخ المنطقة، والذي ينفذ بمدينة الملك
السودان وتشاد وتونس وجزر القمر وجيبوتي وأيضا سلطنة عمان ماليزيا وموريتانيا وموريشيوس أيضا عبد الحكيم إضافة إلى قوات درع الجزيرة. هذا ويشكل رعد الشمال التمرين العسكري الأكبر من نوعه من حيث عدد الدول المشاركة والعتاد العسكري النوعي من أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة، منها الطائرات المقاتلة من طرازات مختلفة، فضلا عن مشاركة واسعة من سلاح المدفعية والدبابات والمشاة ومنظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية في محاكاة لأعلى درجات التأهب القصوى للجيوش الدول العشرين المشاركة. ويمثل كذلك تمرين رعد الشمال رسالة واضحة إلى أن المملكة وأشقائها وإخوانها وأصدقائها من الدول المشاركة تقف صفا واحدا لمواجهة كل التحديات والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والعالم. إذن عبد الحكيم، دعنا نعود مع السادة المشاهدين إلى الخبر الذي صدر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، والذي كان يحذر من قائمة لستة وعشرين مستحضرة مخالفة تباع في محلات العطارات. إذن أنا عدنا مع المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة بالهيئة العامة للغذاء والدواء الصيدلي الدكتور محمد بن علي الدهاس. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله سعيد وجودي معكم. ونحن أسعد وأيضا شاكرين للتفاعل
على أجهزة iOS وكذلك الأندرويد. هل يعني في قائمة، طبعا رجعنا للتطبيق، في قائمة للأدوية وقائمة أيضا للأغذية، هل تفعلون القائمة باستمرار بحيث أن المجتمع والناس المهتمة يمكنها الرجوع لأي تحديثات في هذه القوائم؟ هذه القوائم الموجودة على برامج تخدم نظام الهيئة، هي عبارة عن برامج يتم تحديثها بشكل دوري وبشكل مستمر. كل تحديث يحصل في هذه القوائم يتم تغذيته إلى المحرك الرئيسي الذي من خلاله يتم استقطاب المعلومات المحدثة التي من خلالها تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشر أيضا على مواقع الهيئة الرسمية، وتكون هذه التحديثات إما في أشكال صيدلانية أو في مستحضرات يتم استحضارها من السوق، أو يتم تحديثها مستحضرات دوائية تكون سحبت من السوق بسبب خلل أو بسبب تقارير وصلت إلى الهيئة عن أنها قد تسبب مشاكل صحية على الفرد والمجتمع. حقيقة المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة بالهيئة العامة للغذاء والدواء الصيدلي الدكتور محمد بن علي الدهاش، شكرا لك على هذه الإيضاحات. جهدكم في الهيئة واضح وجلي وتشكرون عليه. إذا دعنا أخي عبد الحكيم ننتقل إلى خبرنا التالي والذي كان بعنوان شرطة مكة تباشر حادث عراك بين جملين انتهى بمقتل أحد. تضحك يا محمد، وهو حقيقي فيها مشاكل وفيها شرطة. تدجم السائب على آخر مربوط داخل حظيرة في منطقة وادي عمان شرق مكة المكرمة، انتهت بنفوق الأخير مما حدا بمالكه إلى إبلاغ الجهات الأمنية. وباشرت الجهات الأمنية ممثلة في شرطة العزيزية والأدلة الجنائية موقع الحادث بعد تلقيها بلاغا يفيد بموت جمل يعود لأحد المواطنين بعد اعتداء جمل آخر عليه، حيث يقول مالك الجمل: سبق أن احتجزت جملي ووفقت رباطه في شبك الحظيرة التابع لي، ومع مرور الجمل الآخر بالقرب من الموقع بدأت المناوشات بينهما، حيث تعرض جمالي للضرب المبرح حتى قضي عليه. وأضاف المالك: عند قدومي إلى الحظيرة رأيت جمالي مفارقا للحياة وملطخا بدمائه، مما اضطرني إلى احتجاز الجمل المتسبب في ذلك، لحين
التواصل إلى مالكه ثم تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية التي باشرت التحقيق على الفور. وبعد شد وجذب انتهت الواقعة بالصلح بين المالكين بمبلغ مالي قدره المتعاملون في سوق الجمال ب20,000. إذ تنازل مالك الجمل المقتول عن نصف المبلغ تقديرا للحاضرين وسلم المبلغ في حفل عشاء نظم بمناسبة الصلح. ما شاء الله الجملين أقاموا عشاء بهذه المناسبة عسى ما أذبحوا الجمل الثاني وعشوا فيه. عجيب أمرهم يعني حتى الموضوع أخذ أبعاد حتى في الشرطة في الأدلة الجنائية حضرت يعني قطاعات مهمة حضرت في قضية قتل الجمل للآخر يعني. وهذا يدل على أن مثل هذه القضايا حتى في الحيوانات هناك قضايا تتدخل فيها الشرطة وفيها أيضا حكم شرعي وهناك أشياء يعني قد يتساهل الإنسان فيها وهي حقيقة يعني وفعلا. والبادرة الجميلة أيضا كانت من صاحب الجمل المقتول عندما يعني تنازل عن نصف المبلغ، فبهذه المبادرة أثبت أن الرجل عنده حسن النية للصلح، والحمد لله أن الأمور انتهت على خير يعني ما انتهت على شيء أعظم. أي والله. ننتقل إلى خبر الطقس حيث مع أخبار الطقس بالمنطقة وما يجري عليها من تغيرات مناخية توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم عدم ظهور مؤشرات لحالة جوية قارصة القارصة البرودة خلال الأسبوعين القادمين. كما توقع المسند في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر عن عدم وجود مؤشرات لحالة مطرية معتبرة قادمة خلال الخمسة أيام المقبلة. والله عبد الحكيم يعني نتكلم عن الرياض وما ندري عن مناطق المملكة الثانية، الجو هاليومين يعني ما تعرف لا شيبة